في دولاب زي الزفت وعره ونص هدومي بستلفها من صحابي. خلاص يا ستي استني لما تقبضي وهاتي اللي نفسك فيه. لا يا شيخه هما بقى يستنوني لحد ما اقبض. يا حبيبتي انا بشتغل في شركه ازياء، يعني انا واجهه للشركه دي، واللي داخل واللي خارج بيتفرجوا عليا، وانا نفسي زي ما انت شايفه. خلاص خدي من عندهم واخر الشهر اديهم فلوسهم. لا والله اخد من عندهم على الحساب وقول عليا ان انا مش لاقي اكل. يا سلام، طب ما هي دي الحقيقه، ما احنا فعلا يا بنتي مش لاقيين ناكل. لا انت مش طبيعيه بجد، انت والله العظيمه طبيعيه يا ميرا، واسكتي احسن عشان ترفعي لي ضغطي. ميرا ما تزعليش والنبي مني، انا بس متعصبه شويه، اعصابي بايظه. بقولك ايه يا ميرا، انا عايزه اسالك سؤال بس ورحمه ابوكي، ما تفهميني غلط. اسالي. ايه عايشه هنا ليه؟ عاجبك ايه في الفقر؟ انت ليه دلوقتي مش مع امك الست زينب هانم دي؟ هانم وانا واثقه ومتاكده ان هي قالت لك مليون مره يا حبيبتي تعالي عيشي معايا. قالت لي طبعا. اه قالت لي طبعا، بس انت عاجبك الفقر، خليكي يا حبيبتي على في الفقر. اسيبكم يعني مروه؟ لا يا حبيبتي خليكي منوره الحاره. عارفه يا مروه، قبل ما بابا يموت بيوم كنت بفكر اقول له ان انا همشي، مش عشان انا مش عايزه اقعد معاكوا، لا عشان اشيل من على كتفه هني شويه، بس انا لو عملت كده دلوقتي وسبتكم هبقى بجد ندله. عارفه بقى انا لو منك اقسم بالله استندل من اول يوم. تعالي عايزه اسالك على حاجه، اقعدي لي كده قولي لي بقى، الواد ابن جوز امك ايه؟ قصدك مين؟ مروان؟ اه مروان شهم ولطيف واخد باله منك، مرضاش يخليكي تروحي لوحدك. ايه بقى؟ والله يا مروه انا ما توقعتش منه كده خالص. طب ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي طب ايه؟ يعني انت مش عايزه تروحي لزينب هانم ياخدك هو؟ مروه وانتي مالك مهتميه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ يعني يا حبيبتي يعني اصل انا عشان اختك برضو بحبيبتك، يعني تروحي تتريشي وتعيشي عيشة كويسة وتشيلينا من أم الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، فأكيد مش هتسيبيني لوحدي عشان أختك حبيبتك. آه يعني احنا مش من نفس الأم بس من نفس الأب وتربينا في نفس البيت، صح ولا إيه يا حبيبتي؟ لا مش صح يا مروة، تصبحي على خير. الفقرية دي المصحف، انت ما طبيعية، يخرب بيت فقرك. واضح ان احنا معطلينك او حاجة. لا لا ابدا، ما فيش عطلة ولا حاجة، اتفضل ساعات. هو احنا ثانية واحدة اتفضل. شوف كده عادل مين اللي بيتصل، رقم غريب. ده ابو طلال. رد عليه، رد عليه. الو ابو طلال، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لا والله احمد بيه، بس في اجتماع يعني ممكن ساعة كده واخليه كلام حضرتك. لا البضاعة في ميعادها، في ميعادها توصل بإذن الله، ما تقلقش. لا مش هينفع بقى تحط الفلوس بقى في البنك القديم. لا لا لا، اصل احمد بيه قطع علاقته بالبنك القديم ويعني مش ناوي يكمل معاه، فالعشرة مليون حق البضاعه خليهم معاك، احتمال كمان ساعه كده ابعت لك رقم حساب تاني، يعني يا مسهل هنشوف لسه هنشوف. لا حبيبي تأمرني ساعه واخليه يكلمك باذن الله. باذن الله. سلام ابو طلال. سلام يا حبيبي. سلام. ده ابو طلال. احنا كنا عايزين نودي عندكم في البنك مبلغ كبير شويه. اوكي تحت امركم. انا متاكد ان انتوا بتقدموا خدمات مصرفيه عاليه، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع جهات كبيره في جميع دول العالم يعني. انا بس يهمني الدقه والسرعه. لا وهم اكيد احمد بيه بيسمعوا عنك طبعا. طبعا غني عن التعريف احمد بيه. شكرا. من ناحيه تطمن خالص، احنا عندنا افضل نظام مصرفي في مصر كلها. طب ده كويس جدا، ده حاجه تطمن قوي. لا انا متفائل احمد بيه ان البنك ده باذن الله يحوز رضا حضرتك يعني باذن الله. وانا كمان متفائل جدا الحقيقه. ايوه تعال لي حالا عندي دلوقتي.
اشربي يا خاله خليله. كوبايه شاي يا ابني الله يرضى عليك. وعندك شاي لخاله خليله. الله. سامحيني ابوس ايدك. ربنا يسامحك يا متولي، قلبي موجوع عايزه ادعي عليك بس مش هين عليا. سامحيني يا امه، والله العظيم كان غصب عني كده. يا دنيا دهون عليك امك كده، شفت المرمطه اللي انا فيها يا امه؟ والله العظيم انا ما كنتش عايز اركع ايد ورا وايد قدام، هي دي كل المشكله. ليه يا دنيا؟ خايفني اعايرك ولا سمعك كلامي زعلك؟ من ايام ما قلت زمان يا متولي حصل ايه؟ يا اما ما تقطعيش قلبي، انا بس ما كنتش عايز املك يخيب فيا، ما كنتش عايز كل ده يحصل فيك يا اما. هو املي ما خابش يا دنايا؟ ده انا اتفرمطت وشفت الذل. لا يا اما مش هتشوفي الذل تاني. يلا خلي لومي معايا، يلا قومي على البيت. يلا يا اما. ايه يا اما؟ يا اما ما تقطعيش قلبي، مالك؟ يا متولي كنت فاكرة لما اشوفك روحي هترد فيا واجري زيك. مش قادرة تقولي. اما ما تقطعيش قلبي، ابوس ايدك يا اما، ما تخلينيش ارجع تاني يا اما. ترجع فين يا ضنايا؟ انا زماني انك جيت، ولا عايز تمشي؟ لا يا متولي، لا يا متولي، ابوسي. لا يا اما، لا يا اما، لا يا ضنايا، والله العظيم ما اسف. انت ابن عمري. حاضر. وصاحبي. حاضر. حبيبي واخويا وسندي وعزوتي يا متولي. حاضر يا اما، والله ما اسف. يلا شد حالك كده واسند عليا، ويلا على البيت وارمي الزباله دي يما. اسند تاني يا متولي بعد ايه؟ يلا بقى يما، يلا والله العظيم انا نسيتك كل الايام دي. يلا سيبي الزباله دي يما وقومي. حاضر خليله. في حاجه ولا ايه؟ انت مش رخصك معاك؟ قولي تمام. طبعا الفل يا فندم، احنا كله سليم وكله تمام. رخصك موجوده بس يعني هو كده في كمين كده على الصبح النشاط ده كله. انت هتعلمنا شغلانه ولا ايه؟ لا فاهم. اتفضل يا فندم. العربيه دي بتاعتك؟ لا احنا مأجرينها، ودي رخصه العربيه. معاك عقد الايجار؟ هناك هو في المكتب، بس احنا كان عندنا مشوار انا واحمد، فيعني استعجلنا معلش. العربيه دي متبلغ عنها ان هي مسروقه. مسروقه ازاي يا باشا؟ يا باشا احنا ممكن نتصل بالمعرض وانت تتاكد بنفسك ان احنا مأجرينها منه. احنا هنشوف ده في الاسم. اسم؟ اركن لي على جنب. ده ايه المعامله دي على الصبح يا باشا؟ اركن لي على جنب. انت ايه اللي خلاك تنسى اصلا الورق بتاع العربيه؟ معلش بقى على جنب. تليفونك مقفول على طول ليه؟ تقصدي مفيش تليفون؟ البطاريه خلاص شطبت، بس ان شاء الله هجيب واحده جديده لما انزل. على فكره سمر، انا جايلك النهارده وانا مش مبسوطه كده ومقلقه. ليه؟ بابايا صحي الصبح وبيقولي سالتي على سمر ولا لا؟ قلت له لا، قال لي يبقى لازم تنزلي تروحي لها تدوريها تشوفي عامله ايه. عمي ده شخص محترم قوي على فكرة. هو كمان بيقولك لو احتاجتي أي حاجة لازم تكلميه، وأنا عارفة بابايا كويس ما بيهزرش. ربنا يخليك. سوس، أنا كمان بقولك كده، لو احتاجتي أي حاجة لازم تقوليلي. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه؟ عارفة والله. مالك بتردي على قد الكلمة ليه؟ فيكي إيه يا سمر؟ سمر أنا ما بحبش أشوفك كده، وبعدين اللي انتي عملتيه معايا ده خليكي حد غالي جدا عندي، وانا ما ينفعش حد يبقى غالي عندي ومتنكد بالشكل ده. اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده. لا مش اي حد يعمل اللي انتي عملتيه، انك تاخدي واحده لا تعرفيها ولا تعرفك ولا عمرك شفتيها، وتفضلي مستنيه معاها في المستشفى، مستنيه لحد ما باباها يجي، وكمان تتبرعي لها بالدم. محدش بقى بيعمل الحاجات دي، وده خلاكي السوس. يا شيخة والله انتي اللي مكبرة الموضوع. انا ولا مكبرة موضوع ولا حاجة. بقولك ايه؟ ايه رأيك كده تيجي تقعدي معايا كام يوم؟ ما ينفعش، وبعدين كاميليا مش هتوافق. ما تخافيش انا هكلمها. معلش خليها بعدين، على الاقل الحالة اللي احنا فيها دي تعدي. طب بلاش، انا عندي اقتراح تاني احلى جدا. ايه رأيك السوس تدخل اوضتها وتفتح دولابها وتطلع هدوم وتيجي مع اللول للنادي؟ مش قادرة والله. ايه ده؟ لا مفيش حاجه اسمها مش قادره، والله العظيم يا سمر لو ما قمتي دلوقتي دخلتي الاوضه ولبستي هدومك وجيتي معايا النادي انا مش عارفه اعمل ايه، بس اكيد هعمل مشكله. يلا قولي لول. خلاص يا لول. قولي اوكي لول. خلاص يا لول.
طيب فهمني يا عم جمال. والله يا كاميليا انا ما عارف اقول لك ايه. مش هقدر اقول دلوقتي ان مبلغ المكافاه اللي هتطلع للوالد الله يرحمه نتيجه شغله معانا السنين الطويله دي بعد مؤقت يعني هتطلع مبلغ مش كبير قوي. اي حاجه يا عم جمال اهو لغايه لما نتصرف بس ونشوف هنعمل ايه. والله انا ما عارف اقول لك ايه يا بنتي. بس يا كاميليا امسكي خلي المبلغ ده معايا. يا نهار اسود انت بتعمل ايه؟ اسمعي بس والله ما يحصل ابدا يا عم جمال. ده انا شايلك يا العوزه والتقيله. انا متشكره قوي. العفو حبيبتي. يلا سلام عليكم. مع الف سلام. بقول لك ايه؟ مش دي بنت عبد العزيز الله يرحمه؟ اه. متجوزه؟ لا ارمله. طب يا اخي ما تتجوزها ينوبك فيها ثواب بدل ما انت قاعد لوحدك كده. انت اتجننت ولا عبيط ولا ايه بالظبط؟ اتجوز ايه؟ دي بتقول لي يا عمي. طب وهي وبعدين يعني هي هتلاقي زيك فين؟ بقول لك ايه؟ ما تشتغلنيش. فرق السن اللي بيني وبينها كبير كبير قوي. ما تفرقش. صدقني انت فرصه بالنسبه لها. فكر بس فكر. انت لك عندي بشره كبيره قوي يا معلم. بلح مش صاحبك وصاحبه اتقفشوا وشكلهم هيشربوا عندك هنا قريب قوي. بجد احلى بشره سمعتها في حياتي. تعرف لو كلامك ده حقيقي لك عندي حلاوه 100 100. حلاوتي يا معلم ده اللحم التافي من خيرك. ها اي امر تانيه؟ لا استنى، عايز فلوس ماني. هقول لك تروح فين والمين وهتاخد حلاوتك 100% وتجيب لي منه المبلغ اللي هقول لك عليه. اوكيشن تحت امرك يا معلم. روحنا في داهيه يا عم احمد، روحنا في داهيه. بس خد بقى خلينا نفكر هنعمل ايه. تفكر ايه؟ ما هم فكروا وعملوا كل حاجه وزي ما انت شايف. عايزين نشوف المخرج من الورطه دي ازاي. دلوقتي بقت ورطه؟ انا قلت لك نشوف اي معرض نظيف ولا نتعامل مع اي ناس نظاف بدل الناس الزباله اللي انت جبت لها لهم ده. يعني انا كنت بشم ظهري ايديا اعمل ايه؟ رجلي ودتني المعرض ده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ عايز تليفون. تليفون ازاي؟ اخدوا مننا التليفونات واحنا داخلين. انت نسيت؟ واضح ان احنا متوصى علينا على الاخر يعني. طبعا العربيه المسروقه عربيه الظابط. اكيد طبعا الظابط هيخدم صاحبه فينا. هي الحفله علينا. انا عارف، انا حاسس بكده. حفلة النهاردة علينا. يا أخي بقى ما تقعدش بقى تندب.